خرجة ميدانية إلى قرية اللوز النائية قامت بها جمعية الخير بلا حدود بالتنسيق مع مديرية الصحة لولاية مستغانم، مصحوبة بأطباء عامين ومختصين في العديد من التخصصات، للقيام بفحوصات طبية بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عنق الرحم عند النساء، وكذا داء السكري وأمراض القلب وغيرها، يقول الدكتور قارة مصطفى وهيب. واليوم كما ترون رانا نقوم بهذه الحملة الطبية اللي هي مبرمجة بالتنسيق مع مديرية الصحة المتمثلة في مدير المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية لولاية مستغانم. حقيقة رانا نشوفوا أن هناك العديد من التخصصات الحاضرة معنا. جينا أنايا وزملائي الأطباء المختصين، علما أن هذه المناطق النائية اللي هي منطقة دوار لوزا اللي تابع لدائرة فرناكا يفتقر إلى أطباء، خاصة إلى أطباء أخصائيين. الجمعية وزعت أكثر من 100 بطانية وألبسة شتوية على العائلات المعوزة وحفاظات على المرضى. نشكر البلدية تاعي اللي بنات لي والمير تاعنا، ونشكر تاع الجمعية الخيرية تاع فعل الخير بلا حدود، ونشكرهم بزاف. بارك الله فيكم. ليست المبادرة الأولى التي تقوم بها هذه الجمعية الخيرية، ونشاطاتها الإنسانية لصالح المرضى والطبقات المعوزة كثيرة، يحدث هذا بفضل مساعدة المحسنين.